البداية من الزميل مصطفى العبطان. سؤالي منشقين للكابتن محمد حميد. السؤال الأول، شنو أسباب تراجع مستواك الفني في السنوات الأخيرة؟ وشنو السبب الرئيسي اللي يخلي محمد حميد ما يظهر بالمستوى المطلوب فقط ويا الكابتن صالح حميد؟ راح أجاوبه بس على النقطة الأخيرة لأن جاوبتك على النقاط الأخرى. بالتأكيد ظهرت بمستوى جيد مع الكابتن صالح حميد، لأنه الكابتن صالح حميد إجا علي نفسيا قبل لا يدربني، فصالح حميد من أصحاب الفضل على محمد حميد، لأنه كابتن صالح كان يدربني فردي لمدة أكثر من شهرين ونزلني أكثر من 13 كيلو، فكابتن صالح كان بسيارته الخاصة يوديني ويجيبني، وحتى المنهاج الغذائي هو كان يكتب لي. فتحياتنا إلى الكابتن الكبير والقدير صالح حميد، وأقول له تبقى بقلبي ومبروك عليك الخطوة القادمة مع نادي القوة الجوية، وإن شاء الله أتمنى لك التوفيق أنت وكابتن راضي. طيب الزميل أحمد رحيم. مرحبا كابتن، كيف تنظر لعدم وجودك ضمن تشكيلة المنتخب الوطني ضمن حراس المرمى؟ هل الأمر طبيعي بالنسبة لك أم لديك بعض الملاحظات على عدم استدعائك؟ بالتأكيد الأمر مو طبيعي. الآن مثل ما تفضلت وتكلمت معك، جاي أتمرن تمارين إضافية مع كابتن حج غانم مدرب حراس مرمى نادي النفط، أوجه له التحية، والرجال جاي يتعب معايا بالوحدات التدريبية، وإن شاء الله قريبا ما تشاهدون محمد حميد في المنتخبات الوطنية. سيعود محمد حميد إلى المنتخب بداية الطريق إن شاء الله. راح أرجع، وأنا وعدت إدارة نادي النفط ووعدت الكابتن باسم ووعدت الكادر التدريبي اللي معاه، وعدت الجمهور أنه راح أكون رقم صعب في المنتخبات الوطنية في الأشهر القادمة القليلة. من طلب شيء ناله أو نال بعض منه. مصمم على العودة محمد لوضعك الطبيعي؟ بالتأكيد، أنا الإصابة بعدتني أصلاً. هم إدارة نادي النفط يعني مصممين مثل التصميم اللي أنا مصممه في سبيل العودة، داعميك لهذا الموضوع؟ بالتأكيد داعميني ويتكلمون معي بشكل يومي. الزميل طه القيسي. سؤال للكابتن محمد حميد، من كان السبب في خروج محمد حميد من نادي الشرطة؟ وهل طويت صفحة الإعلام المنتخب الوطني أم لا زال الأمل موجود لدى محمد أن يرجع عودة مجددة؟ تحياتي لك حبيبي وجاوبت، وتحياتي لكل الأمين والولد كلهم، تحياتي لهم. أمين شراد. سؤالي للكابتن العزيز محمد حميد، يقال بأنه عندما كان يلعب في الشرطة وفي المنتخب الوطني كان لديه جيش الكتروني، هل فعلا لديك جيش الكتروني ام ماذا؟ مني الجيش الالكتروني؟ هو انا اكثر لاعب ترى تعرضنا لهجمات كثيره، انت وجلال. وجلال نعم. اكثر حراس اثنين بتاريخ العراق تعرضوا لهجمات. انا لو عندي جيوش الكترونيه وعندي صفحات تكتب لي، ما كانت صدت لهاي الناس اللي نكلت، حتى تجاوزت وغلطت وسبت. مو لون ليش دائما يعرض عليك هذا الاتهام، يوجه لك هذا الاتهام؟ زين وينهم جيوش ما يطلعون يدافعوا لي؟ هسان اللي يحبني ويعلق لي تعليق مرتب اقول له لا تعلق؟ لا طبعا، اي واحد يفرح بحب الجماهير. هسه انا لو عندي جيوش الكترونيه انا، انت كم مره خابرتني وقلت لك علاوه، انا استاذ علي انا مبتعد عن الاعلام. هذا الكلام صحيح لو انا مطلع من جيبي؟ صحيح. انا اريد ابتعد في سبيل رايحهم من محمد حميد. زين الهجمة اللي صارت عليك محمد،